السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله مساكم بالنور والسرور أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الإمارات وعبر قناة الظفرة. يا هلا ومليار ترحيبة. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا. طبعا أهم شيء عندنا هو أهم العناوين تعرفون من خلالها على حلقتنا. الدعاية أصبحت في أيدي نجوم السوشيال ميديا وشاشات التلفزة في خبر كان. هاشتاغ مدرسة سعادتي وتغريدات تحلق في أول أيام الدراسة. والطفلة شيخ الشمس تبحر بنا في عالم التكنولوجيا. إذن أعزائي المشاهدين كانت هذه أهم عناوين إلى حلقة اليوم. أما الحين سنبدأ معكم حلقتنا مع نشرة الأخبار ومع الزميل أيمن مصبح. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم بكل من انضم إلى شاشتنا لمتابعة آخر الأنباء من خلال نشرة إخبارية محلية مفصلة عبر قناة الظفرة كالعادة. أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عددا من المراسيم الاتحادية بإنشاء 3 سفارات للدولة في كل من جمهورية سيشل ومملكة الدنمارك وبنما، وتعيين عدد من السفراء للدولة في الخارج. كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 89 لسنة 2016 بتعيين خالد سالم علي بن غليطة المهيري عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفيرا للدولة لدى جمهورية أنغولا الشعبية بالدرجة الوظيفية ذاتها التي يشغلها حاليا، والمرسوم الاتحادي رقم 90 لسنة 2016 بشأن تعيين محمد عبد الله محمد بن مطلق الغفلي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفيرا للدولة لدى جمهورية إندونيسيا بالدرجة الوظيفية ذاتها التي يشغلها حاليا، والمرسوم الاتحادي رقم 91 لسنة 2016 بشأن تعيين لانا زكي أنور زكي نسيبة عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك سفيرا غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية الدومينيكان وغرينادا. كما وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 96 لسنة 2016 بشأن تكليف حمد علي محمد صبيح الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية النمسا، ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء فترة شغله للمنصب. والمرسوم الاتحادي رقم 98 لسنة 2016 بشأن نقل خليفة سيف أحمد حميد المزروعي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى نيوزيلندا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي. كما وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 99 لسنة 2016 بشأن نقل موسى عبد الواحد عبد الغفار الخاجة عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية الفلبين إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتنهي مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية بالاو. والمرسوم الاتحادي رقم 100 لسنة 2016 بشأن تعيين يوسف مانع سعيد العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية سفيرا غير مقيما للدولة لدى كل من كومنولث وجزر البهاما وباباردوس. كما نشرت الجريدة الرسمية الاتحادية في عددها الصادر اليوم نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2016 والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بشأن إنشاء الدائرة الخاصة لرئيس الدولة. ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن تنشأ دائرة تسمى الدائرة الخاصة لرئيس الدولة تحل محل دائرة أعمال رئيس الدولة وتتبع وزير شؤون الرئاسة. كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 107 لسنة 2016 بشأن تعيين هشام السيد سرايا بالمحكمة الاتحادية الاستئنافية رئيس استئناف على الفئة الأولى وبشرط العقد الخارجي. كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 108 لسنة 2016 بتعيين علي راشد عبد الله علي النعيمي رئيسا أعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، والمرسوم الاتحادي رقم 109 لسنة
سنة 2016 بتعيين الدكتور محمد عبد الله أحمد البيلي الحمادي مديرا لجامعة الإمارات العربية المتحدة، والمرسوم الاتحادي رقم 110 لسنة 2016 بتعيين المهندس عويضة مرشد المرر رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد للقطارات، والمرسوم الاتحادي رقم 112 لسنة 2016 بشأن تعيين ناصر ثاني جمعة محمد الهاملي وكيلا لوزارة الموارد البشرية والتوطين. كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 113 لسنة 2016 بشأن ترقية سيف أحمد مصبح السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة بوزارة الموارد البشرية والتوطين إلى درجة وكيل وزارة، ويعين وكيلا لوزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية. وكذلك المرسوم الاتحادي رقم 114 لسنة 2016 بتعيين عبد الرحمن محمد الحمادي وكيلا لوزارة التربية والتعليم والخدمات المساندة. بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تشهد العاصمة الكازاخستانية أستانا غدا افتتاح مدرسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بهدف دفع عملية التعليم في جمهورية كازاخستان، ويقام حفل الافتتاح برعاية وحضور فخامة الرئيس نور سلطان نزاربايف رئيس جمهورية كازاخستان الذي يفتتح المدرسة تقديرا من فخامته لعمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلاده، والتي تزداد رسوخا وتطويرا بفضل توجيهات قيادتي البلدين ولما فيه مصلحة شعبيهما، وتعبيرا من فخامته لشكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ولحكومة دولة الإمارات وشعبها على ما تقدمه من دعم لأبناء الشعب الكازاخستاني في المجالات كافة. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن المرحلة القادمة في دولة الإمارات تتطلب فكرا جديدا ودماء جديدة وأفكارا مختلفة لمرحلة نمو جديدة زادت فيها التحديات واتسعت الطموحات وارتفع سقف التوقعات. جاء ذلك خلال ترأس سموه جلسة عصف ذهني مع فريق عمله صباح اليوم بمكتبه بأبراج الإمارات، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي. وأضاف سموه: نحن نقدر دائما من عمل ويعمل وسيعمل لدولة الإمارات، وسنبقى في سعي مستمر لرفع مستوى معيشة مواطنينا والخدمات المقدمة لهم. وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجلسة التي تم خلالها طرح العديد من الأفكار والمبادرات والمشاريع، وقال: إن التفكير بشكل جماعي والحوار المفتوح مع فرق العمل يولد أفكارا أفضل وأقرب دائما للنجاح. كما استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء تطور وسير العمل وأهم الأفكار الجديدة الخاصة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والتي تضم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء ومكتب الدبلوماسية العامة. كما ناقش سموه أيضا مجموعة من مشاريع المكتب التنفيذي لسموه، هذا بالإضافة لمشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة دبي للمستقبل. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد أن استراتيجية النمو والتطور لدولة الإمارات العربية المتحدة ترتكز وبشكل أساسي على العنصر البشري باعتباره الثروة والرهان الحقيقي لمستقبل وطننا المشرق، مشيدا بما حققته المرأة الإماراتية في كافة المجالات ومختلف الميادين. جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في قصر البحر معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وعدد من الوزيرات وعضوات المجلس والقيادات النسائية العاملة في القطاعين المدني والعسكري، وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.
هنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، هنأ أسرة الجامعة بالعام الأكاديمي الجديد، معربا سموه عن تمنياته بأن يكون عاما حافلا بالمزيد من الإنجازات والتطور والنهضة الأكاديمية والتعليمية والعلمية. جاء ذلك في رسالة نقلها سعادة الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة في مستهل الاجتماع الأول لمجلس عمداء الجامعة الذي عقد بحضور نواب المدير وعمداء الكليات وجميع رؤساء الأقسام في الأكاديمية. وأعرب مدير الجامعة في كلمته الافتتاحية للاجتماع عن تطلعه إلى آفاق أرحب بعد أن أصبحت جامعة الشارقة كبرى جامعات الإمارات بتميزها على الصعد الأكاديمية والبحثية إضافة إلى العلمية. إلى إمارة عجمان، حيث استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه بالديوان اليوم سعادة مصطفى ليفينيت بيلجن سفير الجمهورية التركية الذي قدم للسلام على سموه. ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالسفير، حيث جرى تبادل الأحاديث حول سبل توطيد العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وتطويرها لما فيه مصلحة شعبيهما. هذا وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بدور البعثة الدبلوماسية التركية لدى الدولة في تطور تلك العلاقات والعمل على توطيدها في المجالات كافة، إضافة إلى تعزيز آليات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات وتركيا، متمنيا له كل التوفيق في مهامه. من جهته أثنى السفير التركي على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة خاصة التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية إضافة إلى الصحية، مشيدا بمدى التطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة وإمارة عجمان بصفة خاصة في مختلف الميادين. كما تقدم سعادته لصاحب السمو حاكم عجمان بالشكر والتقدير على كل ما يحظى به والبعثة الدبلوماسية للجمهورية التركية من تعاون لأداء وإتمام مهامها. شهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه برميلة اليوم توقيع عقد مشروع تطوير وصيانة طريق حمد بن عبد الله في الإمارة بحضور معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية. وأشاد صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال لقائه معالي وزير تطوير البنية التحتية بجهود الوزارة ودورها الحيوي في تطوير البنى التحتية والطرق في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا سموه إلى الأهمية الاستراتيجية لمشروع تطوير طريق حمد بن عبد الله الذي يعد الشريان الرئيسي لمدينة الفجيرة. إلى إمارة رأس الخيمة، حيث استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد اليوم سعادة جمعة عبد الله العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة توليه مهام عمله لدى الدولة. وأتمنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة للسفير الأردني التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز العلاقات القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية. قدم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى فاخرة جمعة غانم يافور المنصوري زوجة خادم خليل مطر المنصوري. وجاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه اليوم إلى خيمة العزاء في منطقة المشرف أو المشرف بمدينة أبو ظبي، معربا عن خالص مواساته وعزائه لأسرة وذوي الفقيدة. كما تلقى سموه أو تلقى سمو ممثل صاحب السمو رئيس الدولة خلال فترة تواجده في خيمة العزاء جانبا من هذا العزاء من جموع المعزين، كما شاركهم الترحم على الفقيدة وذكر بمناقبها الحميدة وسيرتها الطيبة. تستعد محافظة الأقصر المصرية للاحتفال بتكريم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بمناسبة اختياره الشخصية الحضارية لعام 2016. ويقام الاحتفال في ساحة معبد الكرنك يوم 26 من أكتوبر القادم خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للحضارة والفنون الإسلامية، والذي يعقد تحت عنوان التأثيرات المتبادلة بين الحضارات الإنسانية، ويستمر لمدة 4 أيام
الآمن بمشاركة وفود أكثر من 30 دولة، إضافة إلى 100 أستاذ جامعي من جمهورية مصر. وتعد الجائزة تحفة فنية نادرة يقوم بتصميمها وتنفيذها لجنة من كبار الفنانين التشكيليين العالميين. حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي صباح اليوم جانبا من الجلسة للعصف الذهني التي نظمتها دائرة الرقابة المالية في إمارة دبي تحت عنوان تطلعات دائرة الرقابة المالية في المستقبل، وذلك بفندق ماريوت ماركيز في دبي. واستمع سموه من معالي عبد الله محمد سعيد غباش مدير عام دائرة الرقابة المالية في دبي إلى شرح مفصل عن الجلسة ومحاورها وأهدافها، حيث سيتم الاعتماد على توصيات ومخرجات ونتائج جلسة العصف الذهني في تطوير أداء العمل المستقبلي للدائرة. إلى إمارة الشارقة، حيث ترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح اليوم، ترأس اجتماع المجلس التنفيذي وذلك في مكتب سمو الحاكم. واستعرض الاجتماع مستجدات سير العمل الحكومي في إمارة الشارقة من خطط وخدمات ومبادرات مقترحة لمختلف جوانب التنمية، كما اطلع المجلس على عدد من المقترحات المقدمة من الجهات المختلفة دعما لتطوير الخطط والمشاريع التنموية التي تخدم جميع المواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة قضاء أبو ظبي، تنظم جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بالشراكة مع مركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات الاجتماعية بسلطنة عمان المؤتمر الدولي حول إدارة العدالة إلكترونيا تحت شعار نحو قضاء إلكتروني، وذلك يومي 24 و25 من أكتوبر المقبل بفندق جميرة أبراج الاتحاد، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين بمجال التقاضي الإلكتروني. برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، نظمت وزارة الداخلية اليوم احتفالا بمناسبة يوم المرأة الإماراتية والذي جاء تحت شعار المرأة والابتكار. ووجه الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية كلمة خلال الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، حيث قال: يسعدني ويشرفني أن ألتقي بكم بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، وأنقل لكم تحيات سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ودعمه المستمر وتمنياته لكم بالتوفيق والنجاح. لقد أولت وزارة الداخلية المرأة العاملة ضمن قواتها اهتماما خاصا من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات المتنوعة الداعمة لتمكينها، وأثبتت المرأة الإماراتية المنضوية في صفوف العمل الشرطي والعسكري بأنها تقوم بمهام عملها بكل قوة وشجاعة وبسالة، وأنها شقيقة الرجال في المحافظة على المكتسبات والمنجزات الهامة والازدهار الذي حققته دولتنا الحبيبة. كما ووجهت المساعد عائشة البلوشي من إدارة مسرح الجريمة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي كلمة أيضا خلال الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، لنتابع. كل الشكر والتقدير لأم الإمارات لتنصيب يوم 28 من أغسطس من كل عام يوم للمرأة الإماراتية ترصد فيها الإنجازات الوطنية التي حققتها المرأة في الإمارات. ونبقى في العاصمة أبوظبي، حيث شب حريق في بناية بجوار مبنى المسافرين وسط العاصمة أبوظبي، وعلى الفور تحركت فرق من مراكز الدفاع المدني إلى موقع الحريق وباشرت مهامها في إخلاء البناية وإطفاء الحريق والحيلولة دون امتداده. وقال مدير عام الدفاع المدني في العاصمة أبوظبي المقدم محمد الأنصاري أنه تم إنقاذ 15 شخصا من حريق في بناية تحت الإنشاء في أبوظبي، ولا توجد حالات وفيات أو إصابات خطيرة. وتابع بأنه تم إخلاء نزلاء فندق روتانا بيتش والملاصق لموقع الحريق حفاظا على حياتهم،
كما تدخلت لإخماد الحريق 5 مراكز في عمليات الإطفاء. وقام فريق إدارة الطوارئ والأزمات بأبوظبي بدعم قوات الدفاع المدني لوجستيا في مكافحة الحريق. إلى اليمن، حيث تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادراتها الإنسانية والإغاثية المستمرة لدعم الشعب اليمني الشقيق في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها، من خلال إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية. فقد سير الهلال الأحمر الإماراتي مساء أمس قافلة أدوية إلى مستشفى الرازي بمدينة جعار محافظة أبين، احتوت على الأدوية المتنوعة التي يحتاجها المرضى بالمستشفى. وتسلم القافلة مدير مستشفى الرازي العام الدكتور هدار محمد هدار، وعبر الهدار عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة الهلال الأحمر على هذه المبادرة الأخوية، والتي جاءت في الوقت الذي كانت فيه المستشفى بأمس الحاجة إلى الأدوية، وذلك لاكتظاظه بالمرضى خاصة الأطفال وكبار السن. كما يعد المستشفى العام الوحيد في محافظة أبين، ويعمل على مدار 24 ساعة، وكان خلال فترة الحرب يقوم بدور كبير من خلال استقبال المرضى والجرحى من 3 محافظات. والآن مشاهدينا، دعونا نتابع آخر إغلاقات الأسواق المالية الإماراتية في ختام تعاملاتها لهذا اليوم. وأيضا نلقي نظرة سريعة على درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة في مدن دولة الإمارات لهذا اليوم. وبهذا الخبر مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام نشرتنا الإخبارية، نشكر لكم حسن الإصغاء وطيب المتابعة، نترككم في أمان الله وحفظه. أتحية لكم من جديد مشاهدينا، وبعدنا مستمرين معكم. أوردت صحيفة محلية مؤخرا دراسة أجرتها شركة للعلاقات العامة في دبي، حيث كشفت هذه الدراسة فيها تأثر القرارات الشرائية 71% من سكان دولة الإمارات ممن تراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما، بتوصيات المدونين عبر شبكات التواصل الاجتماعي بحسب استطلاع رأي جديد. للحديث أكثر معنا يسرنا يكون معنا بروفيسور مالك اليماني، أخصائي في علم الاجتماع، ومعنا أيضا عبد الله. يا هلا ومرحبا، منورين معنا. نور نوركم. يا هلا وسهلا بروفيسور. قبل أن نخوض في هذا الحوار نطلع التقرير ورد مرة ثانية. جميل، خلنا نطلع معكم التقرير. انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار قاعدتها الجماهيرية، ظهرت شخصيات لاقت شهرة على هذه المواقع وأصبحت ذات تأثير ونجومية تختلف تماماً عن مفهوم النجومية الذي كان سائداً سابقاً. شركات تجارية مختلفة توجهت لنجوم السوشيال ميديا بهدف عمل إعلانات تجارية لمنتوجاتهم، سواء أكانت ملابس أو مطاعم أو غيرها. وقد أظهرت استطلاعات رأي حديثة أن 71% من القرارات الشرائية عند المستهلكين في الدولة تتأثر بتوصيات المدونين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
تأثير كبير وملحوظ لنجوم السوشيال ميديا على عقلية المستهلكين، إذ أن عدداً كبيراً من مستخدمي التكنولوجيا يتابعون شخصياتهم المفضلة عبر هواتفهم الذكية، ويختار 68% منهم المطاعم التي يرتادونها حسب توصيات وآراء يجدونها عبر شبكات التواصل، وتتأثر القرارات الشرائية ل 63% منهم لمنتجات التجميل والأزياء بشكل كبير حسب ما يصرح به المدونون على المنصات المختلفة. إذن لم تعد السوشيال ميديا مجرد وسيلة للتواصل الاجتماعي، بل أصبحت منبراً للربح والشهرة وللتأثير في ذائقة الناس الشرائية وغير الشرائية. أرجع وارحب فيك بروفيسور مالك يماني، أخصائي في علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الدراسات المستقبلية، ومعنا أيضا عبد الله الشامسي مدون لدليل مطاعم سفير الذوق. يا هلا ومرحبا وشكرا لوجودكم معنا في حوار المساء. أهلا بكم. بداية بروفيسور، خلنا نعرف شو هو تعريف السلوك الاستهلاكي، خلي مشاهدينا يفهمونه. السلوك الاستهلاكي ينقسم إلى قسمين، هناك سلوك استهلاكي طبيعي وهناك سلوك استهلاكي غير طبيعي. بمعنى آخر، يعني مثلا أنا عندما أريد أن أشتري بطاطا مثلا فهذا اختياري، ليس كذلك؟ صحيح. عندما أريد أن أشتري شامبو معين اختياري. نعم. لكن هناك الأسلوب الآخر اللي هو غير اختياري، عندما أرى مثلا نجما مثل رونالدو يستعمل نوعا من الشامبو فأجد نفسي مضطرا أنني أتبع هذا النجم لأنني أحبه، وبالتالي أشتري هذا الشامبو ولا أشتري غيره. بالمناسبة بغض النظر عن النتائج التي يتوصل إلى الإنسان، يعني سواء مثلا هذا الشامبو فعلا اشتغل أو لم يشتغل، تجدين أن هذا شخص أكيد يستمر مع استعماله هذا المنتج مجرد يعني لأنه مغرم في الشخصية هذه اللي تكون موجودة فيقلده. صحيح عبد الله هذا موجود، يعني ممكن تكون شخصية معروفة إن كانت في السوشيال ميديا أو في مجال الفن أو الغناء، ومجرد ما أنت تحبه ممكن تتبعه تشتري أي شيء حتى لو أنت ما تعرف شو هو. والله الكلام صحيح تقريبا بنسبة 80 إلى 90%. هذه مصيبة ترى. نعم. إيش قد تأثر الشخصية هذه في حياته؟ والله تأثر بشكل تقريبا كبير، لأن الحين اللي حاصل عندنا المواقع التواصل الاجتماعي صاروا فيه مشاهير طالعين، وقامت الناس تتبع هالمشاهير حتى يعني لو ما يعرف مثلا يعني إذا كان هذا الشيء ناسبة أو لا بروفيسور أو شيء، ممكن يكون حتى هو مش في حاجته، يمكن يشتريه ويحط فلوس بس مجرد أن فلان لابسنا أو فلان كل من هذا المطعم. إحنا عندنا ما يسمى ب التسويق العصبي، نورو ماركتينج. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث هو أنك تقسمين الأمور إلى 4 مراحل. نعم. عندك المستهلك أنا. نعم. ثم عندك النجم، ثم عندك المنتوج، ثم عندك المؤسسة المنتجة، ليس كذلك؟ صحيح. المؤسسة المنتجة تجد أن عندها صعوبة كي تصل إلى هذا المستهلك. صحيح. على الرغم من كثرة الدعايات والإعلانات والإشهارات وما إلى ذلك. فهي ماذا تفعل في هذه الحالة؟ لكي تبني جسرا بين المنتوج وبين المستهلك تضع نجما في الوسط. الخطة هذه الاستراتيجية اللي يتبعونها. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث هو أن الإنسان في غالب الأحيان تجدين أنه اختياراته ليست اختيارات يعني غير موفقة بالأساس، هو يختار فقط لأن فلان يفعل، لأن هذا النجم يفعل هذه الأشياء. نعم. لا أقل ولا أكثر. ولذلك احنا وجدنا ظاهرة غريبة جدا، أن ما يقارب من 80% من المعلومات المطروحة على الإنترنت خصوصا في هذه على مستوى النجومية غير صحيحة. صح. ومع ذلك الناس تتبعها. زين عبد الله، كيف بتخبرنا بداية تجربتك كمدون في مجال المطاعم؟ ما شاء الله عندك يعني عدد لا يستهان فيه، بدايتكم صار لكم سنة، كل التوفيق لكم، بس يهمنا نعرف ونعرف مشاهدينا كيف وصلت انك تاخذ الاسم انك تكون مدون في مجال المطاعم او متذوق على قول الناس. أيوة. نعم. في البداية نحن كانت البداية هي انا وصديقي حامد، كنا دائما تقريبا بنسبة 80% نحن اكلنا خارج المنزل. جميل. المطاعم كنا نحب نجرب المطاعم وندور مطاعم، يعني نطلع وندور مطاعم زينة ونجرب الأكل عندهم، نجرب المقبلات والوجبات الرئيسية والحلويات والعصائر معها، وكنا نتعنى إلى أماكن بعيدة بس علشان نجرب.
جميل. حول الإمارات كامل. كامل. نعم. طيب إيش قد تأثر مثلاً أنت كشخصية، يمكن لك أنت معجبين محبين الناس تعرف ذوق عبد الله، بس في ناس ما تعرف عبد الله شو ذوقه، يعني مثلاً أنت تأكل أكل تقول هذا حلو، يمكن ملح زايد، يمكن أنت تحب الليمون، يمكن هو يعني عنده حساسية من الليمون، فلنفرض يعني، فيتبع عبد الله لمجرد أن عبد الله هو اللي منزل الدعاية لشخصية جميلة لبقة، الأماكن اللي يروحها يمكن تكون كلاس، ولأن عبد الله صار فيه ثقة من المستهلك أو المستجيب أو اللي موجود في مجال السوشيال ميديا. هو في البداية والنهاية الناس أذواق أولا. أكيد نعم. حلو. وأنا لما كنت أروح مثلا مطاعم أتكلم عن شيء، أنا أتكلم عن رأيي الشخصي طبعا. أكيد. ودائما أنبه أن هذا الشيء يعني رأيي الشخصي. ومثل ما قلتي أنت، يمكن هذا أنا أحبه ملح زيادة، وفي حد يقول لا أنا أحبه بدون ملح مثلا. صحيح. فأكثر الناس كانت تروح من بعدي مثلا تجرب هالوجبات، يعني الأغلبية كان يعيبهم تقريبا. فهذا شو سوى عندي نفس الثقة عند المتابعين، انه يثقون في ذوقي. ريم لو سمحتي. اي تفضل. فيما يخص عبد الله وزميله في مؤسستهم، هم يلعبون فعلا دورا ايجابيا جدا على المستوى المجتمعي. لماذا؟ لانهم هم لا يبنعون المنتوج، هم يعطونا يروجون المنتوج بالضبط، يعني هذا هو المنتوج، هذا ما له وهذا ما عليه، واذا اردتم واذا كانت اذواقكم بهذه الطريقه فهذا هو المطعم الذي تذهبون اليه. فهذا تخصص جميل جدا نجده الان على المستوى العالمي، بل هناك نجوم في هذا المجال بنوا مصداقيتهم من خلال وصفهم الدقيق للمواد التي تقدم وللطعمه التي تقدم في المطاعم، والتي هم قد يصوتون لها بنعم او لا. طب بروفيسور، في ناس تقول لك ان نحن في اوروبا او في بلاد الخارجيه متذوق الطعام له شهادات ويتعب في السنين حتى ينال على هذه الشهاده ويكون عنده مصداقيه حتى توصل له. صحيح. نحن يمكن عندنا نقص في هذا، يمكن خلينا نقول في اتاحه مواقع التواصل الاجتماعي وكثر النجوم اللي موجوده فيها، صار ما يعني من الخاف نقول هذا عنده شهاده ولا لا. لكل شيء بدايه. يعني احنا مثلا انا اسكن في منطقه تسمى نابا فالي اللي هي شمال سان فرانسيسكو. هذه منطقه للاسف معروفة بالخمور والأعناب وما إلى ذلك. نعم. ففي بداية الثمانينات والسبعينات كان هناك هواة. نعم. فكان يرسل إعلان من أراد أن يأتي ويتذوق فمرحبا به ويؤدى طبعا. لكن مع مرور الوقت أصبحت هذه مهنة وأصبحت تخصصا يدرس. أكيد. فأنا أعتقد أن فيما يخص أخوي عبد الله وزميله حامد أنهم في بداية البداية، وأكيد أنهم سيصلون إلى وقت ربما ما ندري لعلهم يكونوا أول مدرسة ممكن تؤسس لنا طريقة جديدة في إيجاد الذوق إن شاء الله، ليس فقط على دولة الإمارات إنما على المنطقة العربية كلها. طيب بروفيسور، في جهات أو خلينا نتكلم نقاط يلعبون عليها الشركات الإعلانية النفسية للمستهلك أو المتجاوب من الطرف الآخر، شو اللي يلعبون عليه أكثر؟ يعني السنسر مالهم هذا شو اللي يلعبون؟ جميل جدا. شوفي أنت في غاية سؤالك رهيب جدا. الله يسلمك بروفيسور. أنا قلت لك قبل قليل هناك ما يسمى بالنورو ماركتينج. يعني أنا عندما أسوق أنا لا أسوق لك، أنا أسوق لي أذواق عندك ولقيم من أريدها أن توجد عندك. مثلا أريدك أن تكوني بلباس معين، بلون، بألوان معينة، بميك اب معين، بتسريحة شعر معينة. أكيد. بجلباب معين، بالتريد مارك معينة، يعني كل هذه الأشياء أنا أضربك بها. لماذا؟ أقول لك إن قيمتك، أنا أصور لك. نعم. أنا لا أقولها لك ولكن أرسلها لك عن طريقة بطريقة لا وعي، بطريقة لا وعي أقول لك إن قيمتك في نهاية المطاف محصورة رهينة باقتناك لهذا الشيء. مثلا أن تأكلي في مطعم معين، أن تذهبي لسهرة معينة، أن تتابعي نجما معينا، أن تكتبي في مكان معين وتعلقي على شيء معين، أن تلبسي شيئا بعينه، أن يكون عندك هاتف بعينه. أنا أقول لك قيمتك في نهاية المطاف تستخلصينها، تستمدينها في الشيء هذا، في هذا الشيء. لماذا؟ لأن صاحبنا النجم الذي ارتقى هو أيضا لقى نفسه في هذا الشيء، مع أنه لا علاقة له به. يعني أعطيك مثال، أنا لن أسمي من الناحية العربية لكن من ناحية عند مثلا تأخذين مثلا رونالدو مثلا أو ميسي مثلا. هؤلاء رونالدو عنده أكثر من 150 متابع، الآخر عنده أكثر من مليون، أكثر من 100 مليون أعتقد، 150 مليون، والثاني أكثر من 100 مليون. يعني ما علاقة لاعب كرة بشامبو؟
صحيح، لا علاقة إطلاقا، ليس بس خلاص هو يجرب رونالدو ونحن نجرب من وراء، لكن احنا بنينا علاقة عصبية بيننا وبين هذا النجم، فأصبح كل ما يقوم به هذا النجم يسعدنا. بل أكثر من ذلك، يعني أنا لما أخبرتوني عن البرنامج ذهبت إلى البلوغز تبعهم والتويتر تبعهم، فأردت أن أحلل المعلومات الموجودة، لا شيء ولا شيء، ومع ذلك الكل يتابع. صحيح، يعني في حين نجد مثلا أن عندك عظماء صنعوا أمم ويعيشون بيننا، أكيد عدد المتابعين بهم بين مليونين، 3 مليون، 5 مليون، 5 ملايين، أليس كذلك؟ صحيح. في حين تجدين مثلا المطربات تتعدى 20 مليون، 30 و 90 مليون مثلا، مع أنه ما في هدف رئيسي من الرسالة حتى، وهي كلها أغنية فيها 3 دقائق أو أقل من ذلك، كلام مكرر. صح، في نهاية المطاف إذا حسبت لا معنى له. صح، لكن مع ذلك وقع موقعا في قلبي وفي عقلي في لاوعي هذا المتابع الذي يعتبر أن قيمته ستزداد في الشيء هذا، في إن كان أكل أو شرب. لماذا؟ لأنه له علاقة بفلان الفلاني. أنا بروفيسور صار معي موقف، حتى أخي عبد الله أمسات بدون ذكر أسماء أيتني إن عبي من محل، فقالوا يعني لو سمحتي تأخذين العبي وتلبسينها وتسوي لنا دعاية، هذه كأي إنسان في السوشيال ميديا ممكن تي دعاية حسب المكان اللي موجود. فقلت لهم إن شاء الله الأول أشوفها، ففعلا شفت العبي، الكواليتي مالها يعني ما أقدر إني أنا أتكلم في اسمي إني أحطه، في مصداقية بيني وبين نفسي. فاتصلت فيهم تلفون قلت لهم عفوا لا القماشة ولا الديزاين ولا التصميم يناسبني أنا أحطه، لأن المستقبل أو المستهلك مجرد ما يقول ريم عارف لم تكن صادقة في هذا فلن أضعه. إيش قد عندكم مصداقية إن فعلا يا عبد الله الشيء هذا إذا ما عجبني أنا بنفسي راح أكون في المطعم وراح أتذوق وراح فعلا راح أكتب أخلي نفسي حتى من المسؤولة القانونية. نحن مثل ما قلت لك نجرب الوجبات، في وجبات تعيبني نتكلم فيها، وفي وجبات وتحط التفاصيل. هي نعم، وفي وجبات يعني ما كانت تعجبنا وحطينا في الحساب وموجوده، يعني لو بتدخلين بتحصلين ان مثلا هذه الوجبه كانت صراحه مثلا تعبانه من هالناحيه بدون ذكر اسامي، مثلا بارده كانت او شكلها البرزنتيشن تعبان، كنا نتكلم يعني، او حتى على يعني التاخير، يعني كنت تقول حتى السلبيات كنت تدولها حتى على التاخير. يعني حتى على الوقت كنا نتري مثلا نكتب من بدايه الوجبه متى بتوصل، يوم نطلب مثلا كملت 20 دقيقه 25 30، لانك انت تهتمين يوم تروحين مطعم كم بياخذ وقت لما توصلت الطلبيه. اكيد طبعا، يعني مصداقيتك هي اللي خلت الناس توثق في عبد الله. الحمد لله. نعم، انا مداخله هاتفيه بروفيسور عبد الله، بناخذها اكيد معنا عبر الهاتف. شمسه بنات زايد مدونه اماراتيه، مرحبا الساعه، مساك الله بالنور. مساء النور، هلا عزيزتي. يا هلا ومرحبا شمسة، خبرين أول عن تجربتك وعن رؤيتك في هذا المجال في الوسط السوشيال ميديا. أوكي، هالشيء بدأ من فترة بس في الآونة الأخيرة قام يزيد، وحس إنه صار في مثل استغلال أو مو باستغلال أو كيف أفهمت، إن الناس قامت تبالغ، إن حصلوا ثقة البدو كمدونين، بدوا بداية حلوة البعض طبعا، ما أتكلم عن الكل. كسبوا ثقة الجمهور وبعد لفتوا انتباه الشركات أو غيرة بعض الشركات. فهذا خلاهم أن البعض يتخلى عن مبادئه في سبيل الكسب المادي. صحيح، ففي بعضهم بدأ يشوقون لأي شيء سواء كان جيد مش جيد، مثل ما قلتي ينكر القماش يعني نوعيته مثلا مش جيدة، وهالشيء خلى شدت بعض الجماهير خلاهم ما يعرفوا شيء يعني يتابعون منه يشترون منه يصدقون منه. ومثل ما قلت في بعضهم هنا قاموا يسوقون لأشياء حتى ما جربوها للأسف. زين شمسة، أنت عندك ما شاء الله فوق 140 ألف متابع تبارك الرحمن، شو المواد اللي تحطينها أو تقدرين تجذبين المستهلك أو اللي موجود في مواقع التواصل الاجتماعي لشمسة لهذا الموقع؟ أنا أحط أشياء يعني خاصة فيني أو حياتي بشكل عام، الأشياء اللي أنا مهتمة فيها، أنا مهتمة بالمطاعم، بالأزياء، مهتمة بالأماكن، الفعاليات في الإمارة خاصة إمارة دبي. فأحط أشياء اللي تهمني أنا، ما في شيء معين يعني. بس يعني ما تلعبين على الاتجاه النفسي للمستهلك، ممكن تشوفين شو في نقص في السوق أو قضية تطرحينها تحطينها ممكن في مواقع التواصل حتى لو أنت مش ما كنت مقتنعة فيها، تضعين كل شيء أنت مقتنعة فيه. أكيد 100%، مستحيل أحط أنا مش مقتنع فيه، إن أنا عندي مبادئي وما أتخلى عن مبادئي مهما كان. جميل جدا، شكرا لمداخلتك معنا شمسة، وكل التوفيق لك يا ربي.
شكرا عزيزتي. يا هلا ومرحبا بروفيسور. خلينا نعلق على كلام شمسة بنات زايد، بما ان عندها ما شاء الله يعني فوق ال 140 الف متابع، وقالت نحن اتكلم عن يعني مسائل جدا عاديه، شو اكل، شو اشرب، شو في جديد في دولتي العزيزه موجوده، تطرح مسائل عاديه ومع هذا في ناس. الحمد لله، يعني اولا اشكر الاخت شمسة على أكيد. على تشبتها بمبادئها. جميل. يعني احنا بلد، هذا البلد بلد المبادئ، وانا كم احب ان ارى شابه وشاب والناس أنها فعلا تشبت مبادئها في التعامل مع، لماذا؟ لأن هي عندما تضع ذلك البلوغ هي تضع اسمها، يعني اسمها صح، وتضع يعني حياتها مصداقيتها هناك، سمعتها هناك، فإما أن تكون مخلصة لها أو لا تكون مخلصة لها، وهذا أمر في غاية الأهمية. عندها 140 ألف على هذا المنوال، هذا فعلا شيء يبشر ويفرح، يفرح كثيرا. في حين لو أن مثلا وهي تتحدث عن حياتها، لكن لأنها ليست من النوع الذي وصل إلى مستوى من الشهرة الكثير، عندها 140 ألف، في حين غيرها لا يقدم شيئا مبدئيا إطلاقا بالضبط، وعنده الملايين، بالضبط. نتحدث إحنا عن في أحيان وصلت حتى 90 مليون يعني أكيد، وأكثر من ذلك، وتكون حتى يمكن تكون مسألة غير هاتفة اللي يتكلم وغير أخلاقية من الأساس، ولكن في ناس سبحان الله تتبع. نحن نقول كل شيء صار ما له مغزى الناس صح تتبعه، صحيح، ضعفاء القلوب صحيح. ولذلك هناك ظاهرة غريبة جدا تتعامل مع شمس وتتعامل مع الآخرون الذين لا أصحاب المبادئ. عندما تتعاملين مع مبادئ، مادتك تكون دسمة أكيد. تحتاج إلى عقل، تحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى رؤية، أليس كذلك؟ طبعا. بينما عندما الآخرون يتعاملون مع مادة لا أساس لها إطلاقا، لا توجد مادة إطلاقا، وبالتالي واحد ذهب إلى الشاطئ وعمل صورة، أو كان في مكان وصور قدمه أو صور إيده بالضبط. أو صور شعره أو شيء من صورة بدون مغزى، وفجأة تعليق 200 ألف 300 ألف 400 ألف أكيد. فما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن عندنا ينقسم الناس إلى قسمين، قسم يتبعه مثل بلوغ تبع شمسة، هؤلاء الناس اللي عندها شوية ضمير تريد أن تريح نفسها، ولكن أيضا تريد أن تستمتع بما يقدمه الآخر وتستفيد منه أكيد. وعندنا جانب آخر يحب السهل الممتنع، لا تفكير ولا شيء، يتبعك ولا مثل الأعمى ولا يعرف شو السالفة أصلا، يتبع مثل الأعمى. وبالتالي يعني تصوري مثلا، تصوري تجدين شيئا غريبا جدا عندما تأخذين جاستن بيبر مثلا المغني الكندي الشاب طبعا. يعني هل تعرفين نسبة العرب الذين يتبعون معه أنه يغني باللغة الإنجليزية ما يقارب من عدد 10%؟ 10% تصوري 10% لا علاقة لهم بهذا الرجل، ويمكن 3% أنا حاطة في دمتي ما يعرفون حتى إنجليزي، هاي خذها من عندي. ومع ذلك مصيبة. ومع ذلك سيم تك مع الكارداشيانز، سيم تك مع مثلا كاثي بيتي أو المشاهير، يعني المشاهير تجدون رونالدو مثلا رجل احنا نروح ورد على رونالدو، رونالدو بيتحسس منا اليوم. انا فقط اقول يعني طبعا يعني نسبه النساء المتابعات لهذا الرجل كبير جدا، سيم تك نيمار ولا ميسي ولا اي او ابراهيموفيتش او شيء من هذا القبيل، هؤلاء اللاعبين. يعني لماذا يتبعون؟ ما الذي يتبعون؟ لا يتبعون شيئا، ولكن يتبعون السهوله أكيد. يتبعون السهل الممتنع، وثانيا الناس متعلقه تعرف حياه الاخرين أكيد. فكانها تجد نفسها في حياه ذلك الشخص، حب الاستكشاف من كثر ما انا بعرف انت شو تاكل شو تشرب شو تسوي، فانا حاب اني اكون مثلك بالضبط. اوصل لك بالضبط. وبالنسبه للشباب احنا نجد دائره غريبه جدا، ذلك الرجل مثلا عندما تاخذين لاعب او مغنيه او شيء من هذا القبيل، تجدين في مساره الفني مثلا او الكروي او المهني هو مر بمرحله، وهذه المراحل قد تكون بسيطه جدا، فالمتابع يقول ولم لا أنا؟ ليش لما لا أكون أنا؟ إذا أنا لو سرت مسار هذا الإنسان تتبعته، أنا أيضا غدا سأصبح مشهورا أكيد. في حين المادة التي تقدمها شمسة أو التي يقدمها عبد الله وزميله هي مادة مادية ملموسة محسوسة. نحن بنتكلم عن المادة بروفيسور، لأن طبعاً. في بعض الناس عبد الله لازم أنت تبين النقطة هذه، بما أنك أنت ناشط في مواقع التواصل، في بعض الناس يقولك يعني أنت الحين متخصص متذوق في الطعام، تي فجأة تحط دعاية حق عباية مثلا، أنا اليوم ما أدري شو فيني على لعبي، أو تحط دعاية لمحل اكسسوريز أو شيء يخص النساء وأنت مالك دعوة، فيقول لك عرض مادي أنا بعطيك على الدعاية مبلغ وقدره، مع أن أنت ما يخصك في الموضوع خير شر، هل تقبل أنك تسوي الدعاية هذه لأمر مادي، ولا خلنا نرد على سالفة المبدأ؟ لا نحن ما نقدر نسوي هالشغلة لأنها مش تخصصي أولا، يعني مش دعاية. أيوة أنا ما أقدر أتكلم في هالموضوع لأن شيء مش يعني مثل ما قلتي أنت يعني مش تخصصي أولا، وما اقدر يعني كيف بشرح عن هالمنتج اصلا اذا انا ما اعرف عنه شيء ولا جربته اصلا.
زين انت غير الاكل اللي تحطه، انا عرفت انك انت تسوي انظمه غذائيه وتنصح الناس ان كل الوجبه هذه فيها كالوريز كذا فتسوي كذا، ايش قد تاثير هذا الشيء على حتى المستهلك اللي انت تشوفه؟ والله انا دائما لاني متذوق وايد، يعني اروح المطاعم واكل يعني حتى الحلويات والسكريات. انا ناس بتمتن. ايوه الناس دائما حتى تقول لي انت ليش ما تمتن، يعني ليش جسمك انت يعني مش متين، المفروض تكون امتن يعني تاكل وايد ما شاء الله. فانا اقول لهم انا انسان رياضي صاحب صاله، عندي صاله رياضيه والحمد لله يعني متثقف في الرياضه، فدائما بين فتره وفتره شو اسوي الاوقات اللي ما اغطي فيها مثلا اروح المطاعم اتكلم عن الصحه وعن الرياضة، وحط لهم يعني أشياء تفيدهم في الصحة والرياضة. يعني هو مؤيد من الطرفين، أنا معاكم أنا كلوا بس كلوا بصحة. أيوة هذا النظام، حتى دائما أقول لهم يعني يوم أكل أصور مثلا حلويات أقول لهم اعتبروه أوبن دي. هذا أوبن دي. أوبن دي بالنسبة لعبد الله ومؤسسته هم جسر بين، في الحقيقة الكل منتفع في هذه الحالة. It's a full win-win. منتفع المطعم إذا كان طبعا جيدا فهو منتفع، عبد الله وزميله منتفع، وأيضا المراجعين أو المستهلكين منتفعون. لماذا؟ لأنه في نهاية المطاف تصله مثلا مادة أو طعم مطعم مثلا، يعني إذا عزم مثلا على إنسان دعا زميلا له أو أسرته أو شيء من هذا القبيل، فهو يعرف أن هذا المكان موثوق به، فهو يبني مصداقية لنفسه وكذلك يبنيها لهذا المطعم. في حالة ما إذا أخل بهذه المصداقية بالضبط، يعني هذا مش أمر مادي أنت متجاهل، خلينا نتكلم يعني صريح نحن في ورا بس نتكلم بكل شفافية، هل هو فعلا أنت حطيت الأكل لأنك أنت تحب الأكل ولا لمبدأ مادي أن أنا بييني دخل عن طريق مواقع التواصل، ولا لأن أنت فعلا مقتنع أنه لازم أنا أعرف المشاهدين أو اللي من خارج الدول نحن عندنا مطاعم خليني أعرف الناس على سياحة الدولة الموجودة مثلا؟ أنا عندي نقطة بضيفها على البروفيسور وعلى كلامك انتي، انت انا حسابي لو بتدخلين عليه شو بتحصلين؟ اني انا لفيت مطاعم الامارات كامل، يعني الامارات ما شاء الله. هي نعم. وحاط تحت كل المطاعم سوي هاشتاج يعني حق كل الامارات من ام القوين لين راس الخيمه. جميل. فالحساب يعتبر سياحي مفيد للمقيم وللزائر. ايوه يوم يدخل على الحساب شو بيحصل؟ بيحصل كل معلومات عن المطعم، يعني من ناحيه اسم المطعم ومن ناحية الموقع واسم الوجبات والأسعار، يعني كل شيء حاط له تفاصيل. اللهم هو يدخل وقاعد هناك في بلاده يشوف حد يكتب له في ورقة المطاعم اللي يقدر يزورها. حين بيطلع عليك صيت بيسمونك الشيف عبد الله عقب. يوسف شوف نفسه الشيف. أيوة عبد الله على المطعم. وفي هدف حق الحساب طبعاً. في أهداف حق الحساب. نبغى نعرف الهدف هذا. أيوة. نحن نبغى نوصل له. نحن حالياً ليش أنا ياس أتعب نفسي الحين ياس ألف على كل المطاعم ويرب المطاعم المختلفة الغالية والوسط والخفيفة، يعني تخسر بترول وتوصل. أيوة ودفع فواتير يعني الوجبة مرات، يعني نحن ندخل مطاعم قوية جداً في فنادق. أكيد. يعني الفاتورة كم تطلع حق شخصين؟ فوق 1000 درهم تقريباً. فهاي كلها أنا الحين ياس أنا استفيد منها. يمكن الناس شو الاستفادة من انك تخسر مادة. أيوة الناس دائما عند المتابعين يقول انت تخسر انت مبذر انت بطل. تدفع بس انا عندي هدف ما هم ما يعرفونه. وانا الحين حاليا شغال على الموضوع هذا الحمد لله، يعني بكشف لنا عاد عن الموضوع نحن بكشف ان شاء الله. هو اولا مثل ما قلت انا غطيت الامارات 7 كامل. فالفائدة حق المقيم والزائر، وان شاء الله انا الحين انا اجرب الوجبات واجرب الشكل يعني الطعام. يعني تسويق للسياحه خلينا نقول. أيوة يا تسويق للسياحه غير ايوه مباشرة. طبعا شخصي الحساب. وان شاء الله نحن نبغى نفتح شيء نيو كونسبت. مطعم نبغى نفتح يعني مطعم يكون قوي جدا ان شاء الله، وناخذ كل هالافكار من كل المطاعم اللي لفينا عليها اللي سويتوها. هي نعم. يعني انت في النهايه سويت اول شيء سياحه للدوله بعدين رديت لي مبدا شخصي. ايوه اللي هو انا باخذ من كل مطعم شو الزين والشين فيه، باخذ الزين وباخذ الشين. أيوة. هي يعني مو بغلط ان الواحد يفكر يسوي مشروع. بس ما قال البروفيسور ان 3 منتفعين اكيد، الدوله اللي يعني الليبيون وانا شخصيا والتاجر نفسه راعي المطعم. ايش قد اثير هذا الشيء دكتور؟ مهم جدا. قل لي اخ عبد الله، انتم الان لا تتقاضون اي درهم؟ نحن مش على كل المطاعم المصداقية. مثلا دخلنا إلى مطعم في فندق مثلا هيلتون مثلا. هيلتون بندخل بنيارب الأكل وبنطلع.
يعني بتيرة بالأكل بس على حساب الفندق أو على حساب المطعم؟ على حسابي. على حسابي. بس عامة في مطاعم إذا رحتها يقولك تعال جرب نحن بندفع الفاتورة. نعم يقولون يعني بتيارة بس إحنا نقولهم نقولهم إحنا هاي شروطنا، شروطنا أن نحن بناكل من يرب الأكل إذا بيعيبنا، إذا بيعيبنا بناخذ يعني مثلا مبلغ معين، طبعا مبلغ يعني صغير مش كبير كرمزي يعني. رمزي بس انا في النهايه انا افيده وافيد نفسي في النهايه انا افيده. واذا كان الوجبه اللي طلبناها مثلا ما عيبتنا نقول لو سمحت يعني الفلوس ما نقدر ناخذها، لان بس نحن بنتكلم عن الموضوع هذا. فهو يقول يعني مره في منهم يقولون ما له داعي انك تتكلم، نقول نحن مصداقيه، انت طلبتنا وهذا شرطنا، قلنا لك الشيء اذا ما عيبنا رح نتكلم في سلبيات او ايجابيات. ايوه بنتكلم يعني نحن نعطيه الشرط هذا، بتوافق نحن بدي، ما بتوافق يعني خلاص بدون احراجات. جميل. بروفيسور كلمه منك للمستهلك او اللي موجودين في مواقع التواصل، نصيحه منك انت كعالم للنفس والشخصيه والجهه الاخرى ممكن تعرف اكثر منك انت كبروفيسور، شو توجه لهم؟ ريم عالمنا اصبح عالم مختلط جدا. نعم. يعني مثلا لا يمكن ان اشتري اي شيء فقط لان فلان يستعمله، ولذلك انت لو لاحظتي ظاهره غريبه ان هناك يتعاون على المستهلك جهتان. صحيح. الجهه الاولى جهه الانتاج، والجهه الثانيه جهه الدعايه في هذه الحاله، هذا النجم او او او, أو اي انسان او اي مؤسسه اخرى. فماذا يحدث؟ ففجاه تجد ان الانسان يذهب ويقتني منتوجا معينا، قد يكون مثلا فيس مثلا الكريم تبع تبع الوجه او اليد او شيء للاكل او شيء من هذا القبيل، هو لا يعرف محتويات هذا الشيء. فأنا أقول للناس جميل جدا اتبع من تشاء، لكن في نهاية المطاف صحتك لن ينفعك إلا نفسك. بالضبط. وما تلبسه لن ينفعك إلا نفسك. إذا فأنا أقول اقرأ قدر ما تستطيع، مثل نفسك في أي شيء منتج ممكن يعرض لك، مثل نفسك أنت في حاجته ولا لا، هل هو راح تزيد المصرف عندك لمجرد أنك أنت تتقن هذا الشيء أو تحطه عندك. صحيح. ممكن يعطيه. صحيح. ولذلك أنت تتحدثين عن المصرف، هناك شيء لا يساوي شيئا وثمنه باهي جدا. صحيح. وثمن صحي وشيء صحي جدا ثمنه في المتناول. لكن الإنسان يفضل أن يذهب إلى الطرف الآخر. لماذا؟ لأن النجم الفلانية أو النجمة الفلانية كانوا جالسين هناك أو أكلوا ذلك الطعام أو أكلوا ذلك الآيس كريم أو استعملوا هذا الكريم مثلا. نحن نقول وطن نفسك. بالضبط. يعني وطن كل نفسك، واحد في نفسك في كل شيء. علينا نوطن أنفسنا. لماذا؟ لأنك أنا عندما أضر نفسي مثلا، أنا لا أضر نفسي وحدي، أنا أضر أسرتي إذا كنت متزوجا، زوجتي، أولادي، بناتي، معارفي، كل الذين أتعاملهم بطريقة غير مباشرة. إذن للحفاظ على هذه البيئة الكبرى، البيئة الإنسانية، أنا أقول يجب أن نوطن أنفسنا ونقرأ هذا الليبل. صحيح مكتوبة صغيرة جدا، ولكن يجب أن نقرأها ونعرف بالضبط. ودولة الإمارات الحمد لله لم حقيقة لم تقصر. لماذا؟ المكان الوحيد الذي تذهبين إلى الأسواق وتجدين يعني هناك مؤسسة تسهر على صلاح المستهلك. نعم. وإذا كان هذا المستهلك قد ضر بطريقة أو بأخرى، فله القدرة أنه بطريقة مباشرة وسهلة جدا أن يبلغ أصحاب القرار. أكيد. كلمة منك عبد الله للمشاهدين. في النهاية نقولكم في التواصل الاجتماعي مثل ما قلنا في نسبة 80 إلى 90% الناس تصدق أو تتبع المشاهير. بس مش في النهاية أنت لازم ما تصدق كل شيء، ولازم تكون واثق من نفسك، ومو بشرط إذا أنت في حاجة يعني في غرض أنت مش محتاج لنا بس لأن فلان صوره وبغاه، أنت مو بلازم يعني مش شرط أنك أنت تأخذه. إذا أنت لازم يكون عندك توعية في الحاجة اللي أنت تبغاها. تكون واثق من نفسك، مثل نفسك. جميل جدا. الشيء بيفيدك تقدر تاخذه، ما بيفيدك خلاص ما له داعي. اكيد. كل الشكر لوجودك معنا بروفيسور، الوقت يداهمنا، الموضوع هذا يطال الحديث فيه، اكيد راح يكون لنا لقاءات اخرى. كل الشكر لك وكل الشكر لك ايضا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا للطاقم التقني. الله يسلمك يا ربي. طبعا نشكر بروفيسور مالك يماني اخصائي في علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الدراسات المستقبليه، وايضا عبد الله الشامسي مدون لدليل المطاعم. بعدنا مستمر معاكم مشاهدينا، لكن بعد هذا الفاصل تريونا.
كيف الشاي عبد الله؟ اي شاي ما شاء الله، حواركم كان قوي اليوم، خلصت البرنامج انت ويا حواركم اليوم كان ماسك شاي حليب عبد الله وياسي طالع البرنامج ومستمتع باللقاء، بس كان يعني جدا في فايده للمشاهدين. ما شاء الله عليكم. طبعا احنا اول شيء بنذكر مشاهدينا نحن باكر ان شاء الله بنعرض عندنا لقاء حصري مع احد العائدين الى حضن الوطن عقب برنامج مساء الامارات، وبيكون طبعا يوم الغد الاربعاء في تمام الساعه 9:15 مساء بتوقيت الامارات. اما الان اخذكم الى مواقع التواصل الاجتماعي لقناه الظفره وهي مساء الامارات، طبعا مساء الامارات على تويتر هذا الهاشتاج، على تويتر @ظفرة TV، وعلى الانستغرام @ظفرة TV على الفيسبوك. بعد جلسه عصف ذهني مشاهدينا جمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نشر سموه على صفحته على تويتر صور من الجلسة وعلق عليها. جمعت فريق عمل اليوم لجلسة عصف ذهني، راجعنا خلالها أدائنا وناقشنا أيضا مجموعة من الأفكار والمبادرات الجديدة، ثم نشر سموه أيضا تغريدات أخرى يقول فيها المرحلة القادمة تتطلب فكرا جديدا ودماء جديدة وأفكار مختلفة لمرحلة نمو جديدة في الإمارات، زادت فيها التحديات وتسعت الطموحات وارتفع سقف التوقعات. الحمد لله. أما عن الوظيفة فقال الحكومة حياة كاملة في خدمة الناس، ودولة الإمارات قامت على ثلة وهبت نفسها وحياتها لوطنها بتقديمهم في ذلك طبعا، ويتقدمهم زايد وراشد طيب الله ثراهم، الله يرحمهم إن شاء الله يا رب. آمين يا رب يجمعهم الجنة. من تويتر إلى اليوتيوب فيديوهات تجمع بين الغرابة والطرافة، ونبدأ مع هذا الفيديو اللي نشره موقع ديلي ميل لصاحبه لقب بطلة العالم لرياضة الكيك بوكسينج 6 مرات على التوالي، والتي تبلغ من العمر 10 سنوات، وقد توجت سيمون كاول أكثر من 110 مرات، كما تقول بطلة العالم الصغيرة أن ليس كل فتاة تحلم بأن تكون أميرة. خلنا نروح معكم إلى الكيك بوكسينج. يعني تصدق عبد الله ذكرتني بايام، ذكرتك بنفسك ها بدنا نجذب. تعرف عبد الله انا بعد ما شفتها يعني قلت انا شو قاعده اسوي، ياسا اقرا سندريلا وياسا اشوف عدنان ولينا لا لا بس فعلا ما شاء الله عليها. لازم الواحد يكون طموح من صغره، مش لازم تكون اميره وسندريلا، لازم يكون الواحد عنده طموح في حياته، مثل ما وصلت لانها متكرمه اكثر من 110 مرات بطلت عالم ما شاء الله عليها في عمان هذا، فعقب 10 سنوات تخيلي شو بيكون ان شاء الله موقفها. ان شاء الله تتم على هذا الشيء، بس باقي الدكتوره مخلصها ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. مشاهدينا ننتقل وياكم الان الى اخبار الصحف واهم العناوين اليوم الثلاثاء الموافق 30/8/2016. جولتنا تبدا بصحيفه الاتحاد، الذهب يتراجع مع تماسك الدولار، هم ماسكين في بعض. يلا ذهب يشتري ذهب يشتري يلا. نقرأ في الخليج، باع يروجون مواشي العيد رقميا، وبلدية الشرق عفوا تحذر. شو رأيك في البلدية مالتي؟ أما في الرؤية نقرأ 42% حضور الطلبة أول أيام العام الدراسي، وأولياء أمور حافلات بلا مشرفين في يومها الأول، ومدارس خاوية. لازم أخذها حوار إن شاء الله. أما في الإمارات اليوم نطالع ضبط هواتف مقلدة تتحول إلى علامات تجارية عالمية. وفي البيان بلدية دبي قهوة جرين كوفي 1000 محظورة بقرار من وزارة الصحة، يعني لا حد يشربها. نروح معكم إلى المقال الصحفي، لا زالت الأوساط المحلية والدولية أيضا تتفاعل مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، المفاجأة إلى عدد من الدوائر الحكومية في إمارة دبي. عن هذه الزيارة ومضمونها ورسالتها كتب علي العمودي مقاله في الاتحاد، خلنا نتابع سويا. الجولة والرسالة تحت هذا العنوان كتب علي العمودي في الاتحاد. صباح أمس الأول ومع الدقائق الأولى من بدء الدوام الرسمي للجهات الحكومية، كنا أمام درس جديد من دروس مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، درس راق في الأداء والخدمة والمسؤولية والالتزام بالوقت،
وقبل ذلك القدوة الحسنة من قامة بحجم ومكانة فارس القصيد والقوافي وعاشق المركز الأول. توقيت الجولة في 7:30 صباحا حمل معنى أبعد مما تصوره البعض، فقد أكد أهمية أن يكون المسؤول مهما كانت درجته ومرتبته في مقدمة الموجودين، وأن يكون على قدر الثقة والأمانة الموضوعة بين يديه، خاصة أن سموه دقيق الاختيار ويأمل من الجميع أن يكونوا على مستوى ذلك الاختيار وتوسم الكفاءة فيهم والقدرة على إدارة المرافق المسؤولين عنها. كما كانت الرسالة واضحة بأن يكون المسؤول الكبير في موقع العمل قبل مرؤوسيه، ليكون لهم القدوة والمثل. جولة الشيخ محمد بن راشد لمطار دبي الدولي درس متجدد مع كل زيارة يقوم بها لهذا المرفق الحيوي الذي يحظى بأهمية خاصة وأولوية قصوى لدى سموه، فهو ليس مجرد ميناء جوي تقلع منه الطائرات وتهبط، وإنما ينظر إليه باعتباره بوابة السلام التي تربط الشرق مع الغرب وتطل منها شعوب العالم على شعب الإمارات للتعرف إلى ثقافته وحضارته الإنسانية العريقة. الرسالة وصلت، والالتزام مسؤولية كل مواطن ومسؤول يعشق عمله لأجل الإمارات. طبعا يعني التعليق على مثل هذا التقرير صعب طبعا، لانك انت يوم تكلمين عن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد اللي يقدم كل يوم مثل ما ذكر ايضا الكاتب درس جديد لهذه الامه العربيه ليس فقط لدوله أكيد الامارات، اكيد نتعلم منها كلنا. فالرعايه طبعا من صوبه ربي يحفظه يعني امر مختلف. اكيد تواجد يقول هو في احد كلماته اذا ما صحيت الصبح بما معناه يعني يا تم راقد وخلك في احلامك يا تقوم من النوم وحقق أحلامك. أكيد تواجده في هذه الأماكن يعني ما يدل إلا أن راحة لنا نحن كشعب الإمارات، ما وصلنا لكلمة أسعد شعوب الأرض إلا فعلا من وراء قيادتنا الحكيمة. سهر الليالي نعم، وأيضا تواجد في النهار ربي يحفظهم. طبعا الرسالة وصلت سيدي لكافة الشعب طبعا في دولة الإمارات وأيضا للعالم العربي، مثال الحمد لله نحن نفتخر به بكل أشكاله. مشاهدي انتقل وياكم الأخبار العين الساهرة، أخبار وزارة الداخلية. في أول أخبارنا، دشن سعادة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، وسعادة اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات مختبر الابتكار الطلابي في أكاديمية شرطة دبي بحضور عدد من الضباط وممثلين عن الطلبة المرشحين. وأكد سعادة اللواء ابن فهد أن تدشين المختبر يأتي ترجمة للاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه، بهدف جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكارا على مستوى العالم وانسجاما مع مقولة سموه: الابتكار اليوم ليس خيارا بل ضرورة، وليس ثقافة عامة بل أسلوب عمل. وتنفيذا لتعليمات سعادة الفريق خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، التركيز على هدف الابتكار في الموارد إحدى الأهداف التراثية للخطة الاستراتيجية لشرطة دبي لعام 2016 و2021. اختتمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي بالتعاون مع مركز إكسبرتس للتدريب والاستشارات دورة مفهوم الإبداع وفن توليد الأفكار بطرق إبداعية، والتي نظمتها الإدارة في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود على مدى 5 أيام بحضور العقيد خلفان الجلاف مدير إدارة نادي الضباط التابع للإدارة العامة لإسعاد المجتمع والمقدم مرضية درويش أحمد البلوشي، وذلك بهدف تنمية المهارات الإبداعية للمشاركات وتبني أساليب وأفكار متجددة ونشر ثقافة الإبداع وتعزيزها بينهن. ترأس سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة اجتماع القائد العام الدوري الثامن للعام 2016 وفقا لخطة الاتصال ضمن منهجية الاتصال والتواصل مع القياديين بحضور المدراء العامون ومدراء الإدارات ورؤساء مراكز الشرطة بشرطة رأس الخيمة، وذلك لمناقشة تطبيقات وتنفيذ قيم ومبادرات استراتيجية وزارة الداخلية والخطة الاستراتيجية للقيادة العليا لذات الفترة. مشاهدينا كانت هذه أخبار وزارة الداخلية في العين الساهرة، أما الآن مدرستي سعادتي بعد الفاصل.
ردينا لكم مشاهدينا مثل ما قلنا لكم هاشتاج مترس تي ساعاتي، هذا الهاشتاج اللي انطلق بمناسبة بداية العام الدراسي وتفاعل معاه المغردين، حيث غردوا عما يعني بداية العام الدراسي أيضا للطلبة والأسرة بعد قضاء أجازة طويلة، وأهمية اليوم المدرسي في توجيه السلوك وتأسيس أيضا شخصية الطالب ورسم صورة واضحة لمستقبلهم. يسرنا أن يكون معنا اليوم المدون سعود الريامي. حياك الله سعود. مرحبا أخوي عبد الله. الله يسلمك يا رب ويعافيك إن شاء الله. هلا ومرحبا سعود مرة ثانية، وشكرا لوجودك معنا أكيد في هذه الفقرة الهامة. خبرنا الأول كيف كان تفاعل الناس والمغردين مع مدرستي؟ والله تفاعل الناس جدا إيجابي. جميل. ومحفز. بداية من تغريدة الشيخ الزعم زايد الله يطول بعمره، بعده أطلق مجلس أبو ظبي للتعليم الهاشتاج. نعم. وعلى طول الناس تفاعلوا وياه بكل إيجابية، بكل تحفيز، بكل شيء طيب. يعني شو أكثر كلمة كانت متداولة في حق هذا الهاشتاج؟ يعني أكثر الناس كانت تقول نحن مستعدين للمدرسة، أو كانت فئة معينة اللي تتكلم فيها؟ الهاشتاج هذا كان الغرض منه نشر ثقافة جديدة في الإمارات اللي هي كيف تخلي المدرسة مكان لسعادة الطالب. جميل. فهذا شيء طيب بالعكس يعني. زين، الآن أنتم رصدت وسائل التواصل الاجتماعي طبعاً للساعات الأولى لليوم المدرسي. نعم. شو رأيك في عملية الرصد؟ هل كانت مرضية ولا؟ لا ممتازة، وخاصة في مبادرة أطلقوها فرسان الإمارات لأهالي الطلبة. اللي يوصل مع ولد المدرسة أو أطفاله يصور فيديو كيف سعادة الأطفال، كيف فرحتهم بأول يوم عام دراسي. جميل. فالكل كان مستانس ما شاء الله الحمد لله. عندنا بعض من هذه التغريدات أكيد موجودة عندنا، خلنا نرويها المشاهدين وأخبرك عنها أكيد. نعم. عندنا محمد جلال الرياسي قال على تويتر: على الأبناء أن يرسخوا في قلوبهم وعقولهم أن مدرستي سعادتي هو مستقبلي الذي ينتظرنا نحو التميز والإنجاز لي ولوطني. نعم. زين، الأبناء أن يرسخوا في قلوبهم وعقولهم مدرستي سعادتي هو مستقبلي واللي ينتظرني نحو التميز والإنجاز للوطن. طبعا يعني تعليقك على مثل هذه التغريدات. والله في تغريدة يعني اعتبرها مميزة لسيدي صاحب السمو الشيخ حمد زايد الله يطول بعمره، يعني تغريدة مع صورة أول يوم في المدرسة يكتب أول حرفين أو ثلاث أحرف. قال المدرسة مكان للسعادة وللذكريات اللي مستحيل أن تنسى. نعم. فلذلك كل واحد عنده ذكريات مستحيل تنساها في المدرسة. في المدرسة. ما أجمل أن قيادتنا هي اللي تبدأ في هذا الشيء قبلنا نحن. صحيح. بعمارهم. صحيح. هذا حافز لنا أصلاً. أكيد. نعم. من أهم التغريدات اللي داولوها شيوخنا لطول بعمارهم في هذا الهاشتاج. تغريدات المهمة مثل ما قلنا تغريدة سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد وتغريدة الشيخ عبد الله بن زايد كذلك مع أبنائه في جلسة في الفصل مع طلبة المدارس يناقشهم ويحاورهم في قصة. جدا تواضع و فتحصل اكيد الطالب يحب المدرسه اذا كانوا عندنا قمه الهرم في المدرسه بين ابنائه بين الطلبه. شو الرساله اللي ممكن توصل لهالمجتمع بتواجد اصحاب السمو والشيوخ وصورهم وتغريداتهم؟ نعم، الرساله ان الثروه الحقيقيه في الدوله الناس اللي موجودين الحين في المجتمع. نعم. ابناء الوطن، المليون طالب اللي التحقوا في اول يوم دراسي، مليون طالب ما شاء الله من ابو ظبي لغايه الفجيره، يشكلون مستقبل. مستقبل. نعم. مستقبل مزهر للامارات ان شاء الله. اللهم امين. عندنا ايضا حمد هلال بلوشي قال في تغريده: يستمر. نعم. اهتمام القياده الرشيده منذ عهد زايد رحمه الله حتى اليوم لانها من الأولويات الأساسية للقيادة الرشيدة، أيضا تبع هذا الهاشتاج. نفس الكلمة اللي قالها توا أن الله يرحمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد كان يقول: أنا أبني شعبي في أبني وطني في شعبي. صحيح. اللي هو نحن داخل الوطن. صحيح. شو رأيك في التعليقة هذه؟ والله شوف، الثروة الحقيقية للدولة عندنا المواطن. أكيد. فلازم يكون مبدع مبتكر من خلال المدرسة. نعم. إذا كان محب للمدرسة أكيد بيبدع وبينتج وبيبتكر وبيطلع شيء غير طبيعي للدولة. هذا يعني احنا قاعدين نتكلم على عنصر أساسي في دولتنا الحبيبة، لذلك فعلا نحن نرى أصحاب سمو الشيوخ والقيادة تتكاتف في هذا اليوم ليعي الأب ولتعي الأم أن ما هو موجود في هذه الساحة ليس بمهم كما هو مهم بالنسبة لنا نحن نتواجد مع أبنائنا لإعطائهم دفعة أو جرعة من
الحب في هذا اليوم صحيح. يمتد معهم لاخر السنه طبعا. نعم. عندنا ايضا فرسان الامارات ريم هاشتاج مدرستي سعادتي امنه والدنا الشيخ زايد شو طبعا بتعطينا اياها عبد الله. اي طبعا طبعا امنه الشيخ زايد طيب الله ثراه بان التطور والتقدم والرقي لن يتحقق الا بالاخلاق والعلم والعمل. نعم جميل. الاخلاق والعلم والعمل. لذلك نحن ردينا على أيضا التربية الأخلاقية. التربية الأخلاقية. نعم. خبرنا عنها أيضا بما أننا نحن في محفل علمي. التربية الأخلاقية يعني مستمدة من ديننا الحنيف، من أصالتنا، من تراثنا. هذه أشياء ضرورية لازم يعرفها كل طالب. اليوم التربية الأخلاقية بتدخل المدارس. نعم. يعني هذا تحصل لك الطالب بعد 4-5 سنوات جدا. نعم. مفيد وعقلية مختلفة. في تغريدة معية. لك أكيد نحن بعد أنه بنتكلم فيها، وهي تغريدة سعود تميم الريامي قال في هاشتاج مدرستي ساعاتي مدرستي بيتي وطاقتي ومنها أدركت قيمة وطني ودولتي. نشكر المدون أكيد سعود الريامي اللي هو متواجد معنا. التدوينة هذه يوم حطيتها شو اللي كان في بالك أو شو الصورة اللي رسمت لك تحت الكتابة هذه؟ في يوم من الأيام كان شيء اسمه إدارة ذاتية في المدرسة فأخذونا وحطوني أنا مدير المدرسة جميل. يوم كامل تورطوا الطلاب؟ لا ما في تورط، يعني قبل بيوم وزعنا المهام. في عندي زملاء بالصف اللي بيدرس ما شاء الله اللي بيعطي حصص رياضة، ولكن أنا استلمت. أنت كنت شخصية القيادية في هيك الحزة. شو سويت يا سويت؟ جميل. شو سويت؟ وزعنا المهام على طول. جميل. حطينا في شباب عندنا مدرسين في واحد من الشباب مدرب رياضة ومش اليوم مش مش اليوم يعني. نعم. كان وزعتوا الادوار بس ما طلعنا حد يعني من المدرسة. اي مرحله عمريه كانت؟ كان في الثانويه العامه. ثانوي العام. ما شاء الله عليكم كنتوا يعني جاهزين تجهزون حق الجامعه. اليوم تتعلم كيف تدير مدرسه شيء طبعا كبير طبعا. نعم. لا لان لو كانت في الابتدائي كنا بنعطيهم اجازه. طب خلينا نتكلم بسعود، ما شو تشكل لك ذكريات ايام الدراسه وشو ممكن تعكس الصوره اذا يوم ان شاء الله اولادك ممكن تعكس لهم الصوره والله هذه؟ والله المدرسه لها ذكريات كبيره يعني في مخيله، مستحيل حد ينساها. وكانت فيها صعوبه اكيد، لكن اليوم كل شيء متوفر الحمد لله. يعني تدخل المدرسه من البداية لغاية ما تطلع في يعني مدارس مبتكرة نموذجية، حصص تحصل الصف فيه 15 طالب مو بالعدد الكبير. هي حياة. نعم. هي نموذج حياة طبعا، هو أساس الحياة في أيضا في دولة الإمارات، هو نموذج حياة في العالم كافة. إن لم يكن هذا النموذج صحيح ومقوم وله طبعا مسيرة لابد أنها تكون معلومة ومخطط لها لمستقبل كبير صحيح. لن تنجو هذه الدول. فنحن نشكرك طبعا سعود على تواجدك معنا اليوم، نتمنى إن شاء الله نحن في لقاءات أخرى نتحدث أكثر باستفاضة عن بعض الأمور التي تهم مجتمع دولة الإمارات. شكرا لك إن شاء الله. الله يحفظك يا رب. مشاهدينا كل شكر لسعود الريامي، هو مدون إماراتي كان معنا طبعا من فرسان الإمارات في هذه الحلقة في مساء الإمارات. ننتقل وياكم إلى الطفولة تقرأ. ففي فقرة الطفولة هذا الأسبوع التقينا بالطالبة الإماراتية المتميزة شيخة الشامسي، حيث قرأت لنا الطالبة شيخة عن فقرة تتعلق بالتكنولوجيا. خلنا نشوف هذا التقرير اللي عده لنا الزميل بشار عبد الله ونرجع لكم. اسمي شيخة مروان الشامسي، أنا في مدرسة أدنك وأنا في صف الثالث، عمري 9 سنوات. هوايتي المفضلة قراءة وكرة سلة والسباحة. أبى أكون معلمة التربية الإسلامية. اليوم بقرأ كتاب عن التكنولوجيا، بقرأ عن اليوتيوب والحاسوب. تم اختراع اليوتيوب عام 2005. ستيف تشان وتشارلز هولي وجواد كريم هم الشركاء الثلاثة الذين اخترعوه. واليوتيوب عبارة عن موقع إلكتروني يمكن للمرء أن يرى فيه أفلام أو أن يزود بها عبر الشبكات العالمية، ويسمح اليوتيوب بتنزيل الأفلام بسهولة ويتيح كذلك رؤيتها في جميع أنحاء العالم. ويمكن رؤية هذه الأفلام أيضا عبر البريد الإلكتروني وعلى الهواتف المحمولة.
وفي تشرين الثاني نوفمبر 2006 اشترت جوجل يوتيوب بمبلغ 165 مليار دولار، ويتيح اليوتيوب تنزيل الأفلام على صفحات ليست يوتيوب. الحاسوب اختراع ذو قيمة عالية في حقل التكنولوجيا، والحاسوب آلة تخزن المعلومات وهو يقرأ هذه المعلومات ويحللها، ويستعمل في أيامنا هذا في جميع الأماكن تقريبا، فنجدها في المكاتب والمصارف والمستشفيات والفنادق، فهو يسهل الأعمال المحاسبة وغيرها من أعمال المكتبية. ما شاء الله عليها، الله يعطيها العافيه، فيها البركه ويعينها على برها لوالديها. اللهم الله يحفظها ان شاء الله يا رب. مشاهدينا طبعا نحن وصلنا وياكم مع هذه القراءه للشيخه الى نهايه حلقتنا اليوم، لقانا يتجدد ان شاء الله باكر. الى ذلك الحين نقول لكم في امان الرحمن. من لكم اجمل تحيه، وان شاء الله انكم استمتعتم معنا في فقراتنا المتنوعه. اذا الله احيانا باكر في نفس الموعد نتلاقى. تصبحون على الف خير.